رئيس المخابرات المصرية يلتقي حمتي في الخرطوم. ارتباك في الخرطوم بسبب إقلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة. السودان يتحفظ على المشاركة في اجتماع سد النهضة. زيادة في تعرفة الباصات السفرية بنسبة تصل إلى 58%. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أحداث السودان. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دجلو بمكتبه اليوم برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الذي وصل البلاد اليوم، وناقش اللقاء الذي حضره كل من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد وسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، ناقش مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. أغلق الجيش صباح اليوم الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، مما أحدث ارتباكا كبيرا في حركة المرور من وإلى وسط الخرطوم، واضطر كثيرون لاتخاذ طرق بديلة مما ضاعف من حالة الازدحام. وجاء إقلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة تحسبا لتظاهرات احتجاجية على خلفية دعوات مفصولي القوات المسلحة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة. ودرج الجيش على إقلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة منعا للتظاهر أمامها. نأى مجلس السيادة الانتقالي بنفسه عن الكلمة التي ألقاها سكرتير العام للمجلس أمام محتجين تجمهروا أمام المجلس لتسليم مذكرة لمناصرة رجل أعمال طالته قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وأوضح المجلس أن مخاطبة السكرتير العام لمجلس السيادة المحتجين وما قاله في كلمته يمثل وجهة نظره ولا يمثل رأي المجلس. وأكد مجلس السيادة التزامه بإتاحة المجال لمؤسسات الدولة ومنها العدلية والقضائية لأداء واجباتها بشفافية وحيادية تامتين. أعلن السفير السويسري كريستيان وينتر رغبة بلاده في تطوير تعاونها مع السودان. جاء ذلك عقب تسليمه أوراق اعتماده لوزير الخارجية عمر جمال الدين سفيرا لدولة الاتحاد السويسري. وقدم السفير كريستيان التهاني لوزير الخارجية بمناسبة ذكر استقلال السودان، وأكد على عقد لجنة التشاور السياسي رفيعة المستوى بين البلدين بالخرطوم في مارس القادم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع المالي وإصلاح القطاع المصرفي السوداني والتدريب في مجال محاربة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأصول. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تحديث قائمة المعامل المعتمدة بواسطة المعمل القومي للصحة العامة استاك لإجراء فحص فيروس كورونا للمسافرين. وحسب موقع الوزارة على الفيسبوك فإن عدد المعامل المعتمدة بولاية الخرطوم يبلغ 26 معملا، منها 6 معامل حكومية و20 معملا لمؤسسات صحية خاصة، فيما اعتمدت معامل في 11 ولاية وهي البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، نهر النيل، جنوب دارفور، شمال دارفور، النيل الأبيض، سنار الشمالية، وولاية غرب كردفان. ونبقى في ملف الصحة، حيث كشف مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم محجوب تيسير منوفلي استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع بقية المحليات، وأشار إلى زيادة كبيرة في معدل الانتشار بالولاية بنسبة 20.1% في كل 10,000 من السكان. ونشد منوفل المواطنين ولجان المقاومة والتغيير وأئمة المساجد بتضافر كافة الجهود للحد من انتشار الجائحة وتقليل الوفيات والإصابات بنشر التوعية بضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية والموجهات والإرشادات الصادرة من وزارتي الصحة الاتحادية والولائية.
وعلى ذات الصعيد تسلم مستشفى العيون بالخرطوم أجهزة ومعدات طبية متطورة، وتشمل هذه الأجهزة والمعدات أجهزة كشف وأثاثات ومعدات للمعامل، وتأتي الخطوة ضمن جهود وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي بالبلاد. ويعد مستشفى العيون التعليمي من المستشفيات المهمة في مجال طب العيون بالسودان، ويسهم في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لسكان ولاية الخرطوم وجميع ولايات السودان. أهاب مقرر لجنة العودة الأمينة للمدارس بولاية سنار حمزة مصطفى بالخيرين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في دعم جهود فتح المدارس والعودة الأمينة للطلاب بولاية سنار، وذلك بتوفير الكمامات والمعقمات ومغاسل المياه والتوعية الصحية. وأشار مقرر لجنة العودة الآمنة للمدارس بسنار في تصريح لسونا إلى أن هناك اتجاها لتكوين لجان للعودة الآمنة بكل محليات الولاية، كما أهب بمجتمع الولاية للتفاعل مع لجنة العودة الآمنة للمدارس ليعمل الجميع لفتح المدارس في المواعيد المحددة بالثاني عشر من شهر يناير الجاري. يبدأ في الخرطوم يوم غد الثلاثاء المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويهدف المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام إلى مناقشة الفلسفة العامة والأهداف والمنطلقات التي تعتمد في تصميم منهج المرحلة المتوسطة والثانوية وتضمين رؤى الحداثة والتفاعل وطرق ومهارات القرن 21، إلى جانب ترسيخ قيم الأخلاق والمثل الفاضلة. ويناقش المؤتمر أوراق عمل حول المناهج وطرق التدريس والأنشطة اللاصفية المطلوبة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء النفسي للتلميذ وأثره على التعلم. على صعيد متصل، قال مدير المناهج والبحث التربوي عمر الجراي إنه لن يستقيل من منصبه، وذلك على خلفية انتقادات وجهت له. وكان الجراي قد كشف عن تلقيه تهديدات، واستبعد الجراي أي اتجاه لتقديم استقالته، وأوضح أن حملة الانتقادات الموجهة ضده لن تخيفه ولن تجبره على الاستقالة. وتعرض الجراي إلى هجوم عنيف وحملة تكفير خلال الأيام الماضية. وفي تطور لاحق، اعتذر مجمع الفقه الإسلامي عن عقد المؤتمر الصحفي الذي كان مزمعا له ظهر غد الثلاثاء، والذي كان سيخصص لشرح رؤية دائرة الأصول والمناهج حول ملابسات تغيير المنهج المدرسي. وحول المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مبارك يحيى الخبير في المناهج التعليمية. أهلا بك أستاذ مبارك. مرحبا، السلام، سلمكم الله. أستاذ مبارك هل تسمعنا؟ نعم. أيوة أستاذ مبارك، السلام عليكم. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا، السلام. بداية أستاذ مبارك، ما هي الحاجة لتغيير المناهج عموما وفي السودان على وجه التحديد؟ يعني شكرا جزيلا. من المهم جدا يعني تطوير المناهج وإعادة تطويرها بشكل منتظم على الأقل كل 5 سنوات، حتى يمكن يعني إلحاق ما استجد من مسائل ومعلومات وأحداث بالمناهج أثناء هذه المدة. أستاذ مبارك، يعني ما هي المرتكزات الأساسية لإعداد المناهج؟ طبعا المناهج يعني عملية مهنية فنية مهنية، يعني من الضروري جدا أن يقوم على تطوير المناهج المتخصصين من التربويين والذين لهم خبرات في تطوير المناهج، باعتبار أنها عملية فنية تربوية مهمة. بصورة عامة، كيف تنظر للمناهج التعليمية في السودان؟
المناهج التعليمية في السودان تحتاج ما في ذلك شك إلى إعادة نظر، إلى تطوير للمناهج، باعتبار أنها هذه المناهج ظلت أكثر من 24 سنة لم تغير أثناء الحقبة الماضية. ولذلك كان من الضروري جدا أن يعاد النظر في المناهج وتطويرها وتحديثها بواسطة خبراء تربويين مشهود لهم ب نعم. أستاذ مبارك هل تسمعنا؟ أستاذ مبارك يحيى الخبير في المناهج التعليمية هل تسمعنا الآن؟ إذا شكرا جزيلا الأستاذ مبارك يحيى الخبير في المناهج التعليمية وحديث حول المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية. إذا مشاهدينا اختتم عضو مجلس السيادة الانتقالية محمد حسن الطعيشي زيارته لولاية النيل الأبيض التي استمرت يومين، حيث زار الطعيشي في ختام الزيارة جمعية تقابة الكون لتعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالجزيرة أبا، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في تعليم العلوم الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم، كما وقف خلال الزيارة على معوقات النشاط الزراعي وزار مدرستي طيبة الأساسية للبنات والبنين بالجزيرة أبا، ووقف على المشاكل التي تواجهها. وكان عضو مجلس السيادة الانتقالية طعيشي قد خاطب خلال الزيارة ندوة سياسية حول السلام والرهن السياسي، أكد من خلالها قدرة الثورة على تحقيق أهدافها. بدأت شمال منطقة الأعوج بمحلية القطينة بولاية النيل الأبيض عمليات الصيانة للطريق القومي جبل أولياء دويم كوستي، وذلك ضمن الخطة الإسعافية للهيئة القومية للطرق والجسور لإجراء عمليات الصيانة الوقائية. وقال والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق إن هذا الطريق أو الطريق يمثل الشريان الحيوي للعملية الاقتصادية في البلاد. من جانبه قال مدير القطاع الخرطوم بالهيئة القومية للطرق والجسور إبراهيم محمد أدم إن عمليات الصيانة التي انتظمت هذا الطريق تستخدم فيها معدات حديثة تعمل بالأقمار الصناعية لدراسة حالة الطريق أو الطرق والطبقات التي تقع تحت الأسفلت. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بتحسين أوضاع مواطني المنطقة بتوفير الخدمات الضرورية، خاصة الرقم الوطني الذي ظل المواطن يعاني منه كثيرا. وقال شول مويمبون بولياك رئيس المجلس الأعلى دينكا أبيي خلال مؤتمر صحفي إنهم يقفون مع الدولة في كل برامجها، مشيرا إلى دعمهم للقوات المسلحة وهي تزود عن الوطن. ونشد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وكل أعضاء الحكومة العاملة على الاهتمام بمواطني منطقة أبيي، وأضاف شول أن المجلس يدعم جهود الدولة في تنفيذ اتفاق السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، وهو واجب تمليه علينا المواطنة لأننا جزء من هذا الوطن العظيم. كشفت لجنة مراجعة التعيينات بمعتمدية اللاجئين للعام 2017 عن تجاوزات بتعيين 70 موظفا في إطار مكافحة الفساد في أجهزة الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بوزارة الداخلية. وتوصلت اللجنة بعد دراسة ومراجعة القوانين أعلى أنه يوجد تجاوز واضح وصريح لنص المادة 22 واو من لائحة الخدمة المدنية 2007 وتم تجاهله في التعيينات. وأوصت اللجنة بتشكيل مجلس محاسبة وفقا للمادة 6 من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 يشمل المسؤولين في مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ومعتمدية اللاجئين الذين أشرفوا على تعيين المذكورين. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نلتقيكم في الحدث الاقتصادي.